السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتوا مع الصحه؟ مزيان، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله، بصحه جيده. شكرا لكم البنات، الناس اللي كيدعمونا وكيتابونا عندنا، مرحبا بكم في القناه ديالي. ان شاء الله مازال الخير القدام. كيف درتوا مع الصحيحه؟ مزيان، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. بالنسبه اليوم جيناكم فيديو جديد على قناه اسواب حرير دبي. فيديو ان شاء الله باذن الله غنختصوه اليوم بملي فام تروزا. هاد الزواقه هادي فايت اللي خدمت فيها، تبارك الله تمشات ليا، ودابا دخلت فيها لوناس بزاف. كاينين البنات اللي قالوا ليا ولي شاركي معنا ملي فام تروزا عجباتهم، تبارك الله داو منا وجاو طريزات، وتبارك الله كيتباعوا هادو، ديما كيتباعوا. وهي اللي خارجه فهاد الشكل دابا ديال 2021. بالنسبه لهاد الطريزه هادي مزيونه، كتجي طرز الحساب حتى هي مزيونه، كتجي هكا في الصدر وكتجي في الكميمات. هنوريكم كيفاش كتجي مخيطه بحال هكا، غادي مخيطه بنص الزيري، نص طوق بالضفيره رقيقه، حاطه هكا بالطريسنات والفتيحات درتهم في الجناب. وكاينه كذلك هاد اللوين هذا في الموف، دابا تحت هي نص الزيري غير هكا نص طوق. كتخدم براندا اولا كتخدم بالبرشمان اولا باش كيف ما بغيتي تخدميها، كتخدمي اصلا الثوب مشكور راسو. فيها تبارك الله اللوينات بزاف، فيها فين تختار. كاين هاد اللوين هذا الغوز كاشيري فونسي، داخلين فيهم هكا هاد اللوينات، هذا جايين مواتين معاه، ومن ناحيه الثوب شي حويجه كاليتي المزيان. كيف ما عودناكم عند اسواب حرير دبي كنعطيكم الجوده الممتازه باش كنكسبو كليه الحمد لله. بالنسبه لهاد الطريزه هادي كتجي في الصدر، وهادي كتجي مدايره في الكميمات كيف ما شفتوها في الصوره. كاين كذلك هاد الموف مغلوق كيف ما شفتو في التصويره، هو اللي نيت لي مخيط هو هذا، يجي مزيون حتى هو. شحال ديال الناس كانوا تيقولوا لي بغيت هاد الموف بحال هكا اللي كاين في الظهر ديال الكتاب، وما كانش. تبارك الله ما عاد صوبوه، لوين مزيون حتى هو، كيجي مخيط كيحمق. والحاجه ديما حتى كتخيط، كنقولها لك لياناتي العزاز، حاجه ديما حتى كتخيط عاد كتبان، ما هكا ثم عمرو كيبان. حاجه ديما حتى كتخيط عاد كتبان الجلابه ديالو اولا القفطان. هذا كيصلح جلابه او كيصلح قفطان، اللي بغيتي تخيطي كتخيطي. هذا الموف مغلوق، موف اوفيرجين. كاين كذلك هاد اللوين هذا الكرونه ديالو البوردو، اللي تبارك الله دخلتني هاد السلعه البارح وبعت منها، تبارك الله جبتهم هاد اللوينات سيغ كوموند، وتبارك الله تجاو منهم الناس وداو السلعه هكا ديالهم. والمنيفة الممتازة من ناحية الكاليتي، ما كتحببش كتديها شي حويجة زوينة على حسابي. كاين كذلك هاد اللوين هذا الزيتي، الزيتي مغلوق حتى هو مزيون اللون ديالو، ومن ناحية الكاليتي البروميير شي حويجة زوينة كتجي نازلة التوب ديالو. دا الزيتي داخل فيه الكرونة، قلتلك تخيطيه هكا اللون في اللون أولا تدخلي معاه الكرونة في الخياطة كيجي مزيون. والحاجه ديما حتى كتخيط عاد كتبان. اللوين هذا كاين كذلك هاد اللوين هذا البلوسيل سماوي، داخلين حتى هو كافي الغوز كاشيري ديالو والبرونز، كيصلح جلابه او كيصلح قفطان. شوف ما بغيتي تخيطي كتخيطي، تبارك الله الناس داو منهم. وهادي هي احسن طرزه دابا اللي خارجه دابا هاد الشكي ديال 2021. كاين كذلك هاد اللوين هذا الغوز بيبي مفتوح، داخلين فيهم هاد اللوينات هكا ديال الطريزه، حتى هما مزيونين، داخل فيها البرونز والخضيضر والبيج، ومن ناحيه الكاليتي المزيانه. بالنسبه لهاد المليفه هادي حاولوا ينوعوا في الثوب لكلهم الانواع ديال المليفه، وهذه مليفه سامبل وهذه المليفه محفره، نوعوا باش اللي كيبغي السامبل كيدي السامبل، اللي كيبغي المحفره كيدي المحفره. والطريزات ديالهم كيجيو فنين هادو، والحاجه ديما كيف قلت لكم حتى كتخيط عاد كتبان كما وريت لكم في الكتاب، كي تجي مخيطه. كاين كذلك هذا اللوين هذا البوردو مفتوح، في السابق وريتكم الكرونه مغلوق ودابا هذا المفتوح، حتى هو كيجي مزيون اللوين ديالو. وطرزينهم هاد اللوينات جايين مواتين معاه. وكاين كذلك هاد اللوين هذا الكاشيري
حتى هو مطروز بهاد اللوينات هذا، جايين مواتين معاه تبارك الله، اللوينات كلهم فنين. وحتى الناس ملي كيجيو كيشريو كيدوخو شمن لوين غادي يديو، فيهم لوينات ديال الوقت وشي حويجه زوينه. كما عودناكم كنجيبو الحمد لله دائما جديد والسلعه الممتازه باش كنكسبو كليان، كنكسبو الثقه ديال الكليان ديالنا الحمد لله. معروفين بالجوده عند اثواب حرير دبي. كاين كذلك هذا اللوين هذا، كاين كذلك هذا اللوين هذا البلوروا، حتى هو كمطروزين بهذا اللوين هذا الكرونا والصفيفار والبلوسيل، جايين مواسين مع اللوين ديال الثوب. كاين كذلك هذا اللوين هذا البلوسيل، داخل فيه الغوز مفتوح والغوز مغلوق، تبارك الله كلهم لوينات مزيونين داخلين فيهم، ما تخيريش لون كيحنتك في لون تبارك الله. كنجيو كنحاولوا نجيبوا اللوينات اللي كيتباعوا كيتمشاو، اللوينات المزيونين. وكانت هذه هي الزواقه اللي وريتكم الرشمه الاولى، هادو هما اللوينات ديالها كاملين، فيها 10 ديال اللوينات تبارك الله اللي بقاو لينا، بعنا منهم الناس، جبنا لهم بالكومون تبارك الله وداو منهم الناس. وهادو دابا هما الوينات، الشكل اللي خارج دابا الطرز اخر الشكل اللي خارج دابا ديال 2021 تبارك الله. كاين تيخيطه كجليلبه على تيساع كيوجدها كجليلبه اولا القفطان، كتجي مزيونه والثوب ديالها نازل. كما عودناكم كنعطيكم الجوده الممتازه باش كنكسبو كليان. بالنسبه للبنات، بالنسبه للانستغرام ديالي كنخلي لكم دائما صندوق الوصف باش تابوناو عندي، حتى وكيفقدكم في الصباح كنحطو فيهم هكا الشكلات ديال التويبات، كنحطو فيهم هكا الشكلات اي حاجه اخر موضي كنحطوه فيه، كنجيبو هكا التويبات كنصورو ونحطوهم في الانستغرام. البنات اللي كيشوفوا الانستغرام يتابوناو عندنا ان شاء الله، وبارطاجيو القناه مع صحاباتكم، ونوريكم زوقه واحده اخرى. كاين كذلك الطريزه هذه طرز الرباطي، هذاك اللي وريتكم في السابق طرز الحساب، وهذا طرز الرباطي داخله فيه الموزونه والعقيق، مزيونه حتى هي، كتصلح جلابه وكتصلح قفطان. وحتى هي هاد الطرزه هادي داروها في الثوب المطروز، الثوب المحفر عفوا، الثوب المحفر اولا الثوب السامبل. كاين هاد الزيتي هذا، كاين كذلك هاد اللوين هذا البلو الكتريك، حتى هو مزيون داخل فيه الصقل لي برونز. كاين كذلك هاد اللوين هذا البلو الكتريك مطروز بالبرونز، وداخله فيه الموزونه حتى هي والعقيق، طريزه مزيونه وكتجي جلابه وكتجي قفطان، كل واحد الذوق ديالو، كل واحد الشهوه ديالو. كاين كذلك هاد اللوين هذا البلوسيل فوق مغلوق، كلهم دابا الصقل البرونز هو اللي خارج دابا موضه جديد، هو اللي خارج دابا على الموضه، داخل في كذلك فهي الموزونه والعقيق. كاين كذلك هاد اللوين هذا، هاد اللوين اللي خارج دابا جديد، هو كيجي مزيون. كاين كذلك هاد البلوسيال مفتوح، واللي بغيتي ديري جلابه او كديري قفطان اللي بغيتي، كل واحد والشهوه ديالو. ومع اثواب حرير دبي دائما الحمد لله كنجيبو النوع الممتاز باش كنكسبو كليان ونكسبو الثقه ديال الكليان الحمد لله. وبالنسبه للميفه مطروزه دابا هي اللي خارجه دابا اخر موديل، كتجي مزيونه، لا ما عاد تمشي عند الخياطه، بغيتها طريزه طريزه كتديها كتجتو مخيط مكتوب مطروز، هي كتقطي وكتخيطي اي خياطه درتي فيه سامبل كتجي معاه مزيان. كاين كذلك هذا اللوين هذا الموف، موف بارد حتى هو داخل فيه الصقل اللي في البرونز، هاد النوع ديال الطرزه كلهم داخلين فيهم الصقل اللي برونز، حيت اصلا الصقل اللي البرونز هو اللي خارج دابا لا مود. كاين كذلك هاد اللوين هذا البلوسيال، حتى هو مزيون اللوين ديالو مفتوح، يصلح جلابه او كيصلح قفطان. وبالنسبه للخياطه كيما بغيتي تخيطيها نص ديري اولا برانطه، وكل واحد شنو تيعشق وكل واحد شنو تيفضل. كاين كذلك هاد اللوين هذا البلو الكتريك، دابا حنا كنجيبو هكا الثوب مطروز باش كنسهلو تاع الخياطه انهم يقبطو يفصلو ويخيطو، بلا ما عاد كضرب ديك التماره ديال الطرز ولا تمشي طرزيها ولا تنبتيها. سهلنا الحمد لله الماموريه عند الكليان ديالنا. كاين كذلك الطريزه هذه جبنا فيها غير بياسه شونتيون، ان شاء الله مازال غادي نخدمو فيها لي بياس،
وقلنا نشاركوها معكم حتى هي. فهي شكيل عجبناه جديد، الطريزه ديالها كتجي مزيونه. هذه كتجي في الصدر، والطريزه هذه الرقيقه ديالها كتجي في الكميمات، كتجي دايره على الكميمات. ومزيونه. وهذا الطرز ديال لوغديناتور، التوب ديال النوع الطرز المزيان، ما كيتسلش وما كيوقع له حتى حاجه. ومن ناحيه التوب الجوده الممتازه كيف ما عودناكم، كنجيبوا الجديد والتوب الممتاز الحمد لله. كاين كذلك هذا اللون هذا النوار، حتى هو طريزه جايه في البرونز وداخله فيها الموزونه. حتى هاد الزواقه هذه جبناها شونتيون باش نوريوها للكليان ديالنا، باش ان شاء الله الا عجبتهم نجيبو منها هكا اللوينات. وحتى هي طريزه مزيونه، كتجي هذه في الصدر وهذه في الكميمات. تبارك الله الكميمات ديالها كيجيو عامرين، طريزه كبيره كتجي. ومن ناحيه السقلي ماشي داك السقلي اللي كيكحل، وحتى انا نفسي ان شاء الله باذن الله راني دفعت راسي جلي البحت حتى غنخيط منهم، عجبوني كيجيو مزيونين من البوسي. وراني وريت لكم في السابق كيف تجي في الكتاب مخيطه. وكانوا هادو هما اللوينات اللي وريتكم كاملين في الملي فام طروزه. تبارك الله راني البارح جبت فيها شي 30 تفصيله وبعت منها. هي واحد العروسه خدات من عندي في الصباح الموطارد، واحد السيده عاوتاني خدات من عندي الغوز كاشيري، ماما عاوتاني دات فيها البلو مارين ديالها. تبارك الله الكليان كنجيبها لهم سيغ كوموند، كيتمشاو لينا تبارك الله. هاد الملي فام طروزه وكتبقى ديما ما كديموضاش. تبارك الله كاين الكليه اللي كيعجبهم هكا الملي فام طروزه، كتجي مزيونه هي كتقبطي وكتعرفي راسك خيطيها. العشاق ديال انواع ديال الطرز كيجيو مزيونين. المهم البنات وصلنا نهايه الفيديو، ما تنساوش تبارطاجيو القناه مع الناس ديالكم وصحاباتكم باش ان شاء الله تكبر القناه، وبقى ان شاء الله ناتيكم حتى حنا دائما بالجديد. ما تبخلوش علينا بالبارطاج واللي تفرج في النوبه في الفيديو. نتمنى يكون عجبكم ان شاء الله، ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وبارطاجيو القناه باش ان شاء الله باذن الله تكبر، ونبقى نعطيكم دائما الجديد. ما تبخلوش علينا باش ان شاء الله احنا معكم ديما غادي نبقاو، والهلا يخطيكم علينا. وشكرا بزاف، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.